إلى ذلك اعتمد المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في جلسته الختامية مساء يوم أمس سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب كعضو في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ممثلا عن المجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد. وأعرب سعادة النائب عبد النبي سلمان عن الفخر والاعتزاز بانتخابه عضوا في اللجنة، مؤكدا أن ذلك يعتبر إنجازا جديدا للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، ويعكس النجاح الذي تحققه في ترسيخ مشاركاتها الفاعلة في المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. وكان رؤساء وممثلو البرلمانات العربية المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة 47 للاتحاد البرلماني الدولي قد توافقوا في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية على ترشيح النائب عبد النبي سلمان لعضوية اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين لمدة عامين.